القناة الإخبارية الجديدة صوت الشعب. 8211 أبدى نادي ميلان الإيطالي اهتمامه بالحصول على خدمة اللاعب الأرجنتيني لوكاس بيليا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق. وضحت التقارير الواردة من إيطاليا إلى أن إدارة الروسونيري ستعمل بكل قوة من أجل ضم اللاعب وتعزيز صفوف الفريق بأفضل شكل ممكن. تصنيفات الخبر بيليا لاتيو ميلان. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر إعجاب واشتراك وشارك ذلك مع أصدقائك. صوت الشعب.